يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج نون، اللي كالعادة نتطرق إلى أهم القضايا التي تهم المرأة. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم من بعده. تربية الطفل على التغذية الحدسية. الأكل الحدسي طريقة أكل تشجع على خلق علاقة صحية مع الطعام، وهو يعزز المشاعر الإيجابية تجاه الجسم والتركيز على الإحساس بالجوع والاستفادة منه على صعيد الصحة الجسدية والنفسية. ويتطلب الأكل الحدسي أن يستمع الشخص إلى إشارات الجوع ويأكل ما يريد من دون شعور بالذنب، وذلك يعني أن يستمتع الأشخاص الذين يأكلون بتناول الطعام مع احترام الشعور بالجوع وبالشبع. التغذية الحدسية أو ما معنى التغذية الحدسية؟ هو نظام نتبعه حتى نغير من ذواتنا، حيث الإنسان دائما يطمح أنه هو يغير من نفسه للأفضل، يتجه إلى نظام صحي يفيد نفسه وكذلك من غير أي حرمان. فإحنا نرفض أن ندخل أي نظام خارجي نحس فيه تأنيب الضمير أن إحنا لازم نقصر في أكلنا، إحنا لازم نغير من طبيعة أكلنا. فالتغذية الحدسية هي معناتها نظام يرفض أن يتبع أي نظام يكون فيه حرمان للذات. وأيضا إحنا اليوم لما نتناقش مع ضيفتنا كيف نحث أطفالنا على أنهم يستخدمون هذه التقنية اللي هي التغذية الحدسية، وأنها تكون أسلوب حديث يمشي عليه الطفل ويتبعه في حياته. خلونا نتعرف اليوم على هذه التغذية الحدسية مع ضيفتنا أروى التركيت. حياك الله معنا اليوم. الله يحييك، مشكورة حبيبتي، نورتينا. مثل ما أنا قلت في بداية حلقتنا أو الفقرة التعريفية عن التغذية الحدسية خاصة للطفل، مبدأ أول شيء قبل أن نبدأ بالكلام عن الطفل نرجع نقول نبي نعرف ما هي التغذية الحدسية. ممتاز. التغذية الحدسية هو أن الواحد يأكل على أساس حكمته الداخلية بغض النظر عن أي تدخلات خارجية، يرجع إلى فطرته. والناس اللي عمرها ما اتبعت دايت ومو متأثرة من ثقافة الدايت أو عقلية الدايت هم يأكلون طريقة حدسية. وكون اليوم إحنا قاعد نتكلم عن الأطفال، هم الأطفال بسن صغير قبل الله الأهل يبدون يتدخلون ويبدون مثلا يتحكمون بطريقة أكلهم، قبل الله يكبرون وممكن يتأثرون من العالم الخارجي هم يأكلون طريقة حدسية أصلا. بمعنى واضحين أكثر كيف إنها تكون حدسية؟ يعني إنه هو قاعد يأكل على أساس إشارات جسمه، مو قاعد يأكل على أساس مثلاً قواعد معينة. فيأكل لأنه هو جوعان، يوقف لما هو شبعان، إذا الأكل عاجبه يأكله، إذا الأكل مو عاجبه ما يأكله. يعني إحنا نقدر نقول التغذية الحدسية كإحنا نقول إنه يمشي على فطرته. بالضبط، 100%. إذن إحنا شلون كأمهات نبي نحاول ان احنا نخلي الطفل، الاطفال يرفضون هذا الموضوع، تلاقينا يتجه الى، تلاقين عندك طفلين مثلا، مثال طفل نظامه يكون صحي حيل وطفل لا يرفض انه يكون ياكل هذا الاكل الصحي، يتجه الى اتجاه اخر. صح، شلون نعرف ان هذا صح وهذا اللي غلط؟ اي احنا نحتاج ان ما نشوف انه في صح وفي غلط، هو هذا ماشي على فطرته، وهم اللي ما قاعد ياكل بطريقه خلينا نقول مثاليه ايضا ماشي على فطرته، بس كل واحد فيهم مثلا في اختلاف بالشخصيات، اختلاف في المذاق، في بعض الاطفال يعني عندهم التذوق عندهم حساس جدا فما يتقبلون كل الاطعمه. فاحنا نحتاج نحترم يعني سواء هو يفضل الاكل الصحي او ما يفضل الاكل الصحي. ليش؟ لان احنا ما نقدر نفصل علاقة الطفل مع جسده وعلاقته مع الطعام. فإحنا نحتاج نحمي الاثنين علشان تكون علاقته سليمة مع الطعام ومع جسده على المدى الطويل. فيعني ممكن أنت الأم ما تنلام، هي تبي تحمي طفلها فتبي يأكل بطريقة صحيحة وسليمة وأفضل حق صحته، بس المشكلة أن هي إذا مثلا تحكمت بأكله كثير وهو صغير هي قاعدة تبعده عن حدسه، وراح يتعود أنه هو ما يعرف شنو ياكل وما يعرف يثق بنفسه. نعم. وهذا بعدين يظل معاه على المدى الطويل، وممكن يكون احتمال ان
يخضع لثقافة الدايت والقواعد الخارجية أكثر، لأنها بدت معاه من عمر صغير بالبيت. إذن يعني من كلامك نقول أن دور الأم أن تترك الحرية للطفل في اتجاه اللي يسلكها بانتقاء الغذاء. هي توفر له الأطعمة المتنوعة على قدر المستطاع، يعني من ناحية مثلاً المادة، من ناحية هي إيش كثر وقت عندها أن توفر، فتوفر الأطعمة المتنوعة بالمنزل. إيه يكون نعم. في أطعمة صحية موجودة، الأطعمة مثلاً خلينا نقول غير مثالية أو المسلية، نحب نسميها المسلية، ما نحب نقول أن الأطعمة السيئة أو الغير إيه صحية، أن هذه كلها تكون متوفرة، بحيث أنه هو يحس إن بسلام أو بأمان إن هذه الأطعمة موجودة متى ما هو يبي. إذا هو اشتهى شوكليت موجود، إذا هو اشتهى فاكهة موجود، ويدري إن مثلاً في أوقات معينة للوجبات. إيه نعم. والأم تحاول إن يكون في طعام آمن، يعني إذا هو مثلاً إذا عندها طفل شوية يعني صعب بالأكل، بس هي تدري إن في توست، في جبن، في بيض مثلاً، في فاكهة. إذا ما أكل الوجبة اللي هي جهزتها، بس في شيء بديل ممكن يعني يعطيه نوع من الغذاء. إيه نعم. ويسد جوعه. بس ما تغصبه يأكل إذا هو يقول أنا مو جوعان. إيه نعم. إحنا أكيد مرينا بهالشيء وإحنا صغار، ما تقومين من الطاولة إذا ما خلصتي أكل. صح. صح هذا الموضوع بلا بس، ولكن هناك أيضا أمهات تقول لك والله الولد ما بياكل الاكل المفيد، كل اللي ياكل شغلات مثل ما سميتيها التسالي. صح. يعني حياته على مثلا خلينا نقول التسالي، ما نذكر شغلات ولكن انت عارفه شو التسالي. والتسالي ما فيها اي قيمه غذائيه. شلون انا ابي اخليه يتجه الى الاكل اللي لازم يستفيد منه كجسمه حق بناء عظمه والامور اللي هي الجسديه؟ صح. فاحنا نبي هني الطريقه اللي في نظرك شلون الام تقدر انها توازن بين هالشيئين. هو إذا الأكل موجود متوفر بالبيت، يعني مثلا الأكل الصحي خلينا نقول متوفر، والأكل المتوازن إيه متوفر بالبيت، وفي أوقات معينة للوجبة، فإحنا ما قاعدين نقول إنه هو أي شيء يبي تعطينا إياه، ومتى ما يبي مثلا هو ما ياكل إلا تشيكن ناجتس فأنت توفري أيوة. له تشيكن ناجتس، وما ياكل إلا مستعد إنه إيه ما ياكل إلا تشيبس، أنت توفري له هذا الشيء. أنا مو قاعد أقول إنه نوصل إلى هالدرجة، بس بنفس الوقت ما نمنع هذه الأطعمة، تكون حالها حال باقي الأطعمة اللي موجودة بالبيت. إيه نعم. إذا الطفل واصل إلى مرحلة أنه هو رافض أنا ما أقدر أساعد لأن في أشياء سابقة صارت من قبل، إحنا الحين نبي نركز يوم شو نتجنب أنه يوصل إلى إيه هذه نعم. المرحلة، لأن معظم الأطفال أصلاً قليلين اللي يوصلوا هذه المرحلة، وإذا هو يمكن يمر عليه يوم كذي بس هو تلاقين باقي الأسبوع في نوعا ما توازن أكله. احنا لا نركز على الطفل شنو ياكل بوجبه ولا بيوم واحد، هل هو خلال الاسبوع العناصر الغذائيه كلها قاعد ياكل منها يحصل عليها؟ ايه؟ مثل ما قلت لك ضيفتنا ان انا شلون كأم، في امهات يقولون والله شوف انا بعطيك المسليات اللي تبيها ولكن بشرط لو تاكل شيء بسيط من هذا الطبق. فهل انت يعني تشوفين هذا النظام ممكن انه ينجح ان احنا نوازن بين رغبة الطفل في أنه هو يأكل التنوع في الأكل، بين على قولتهم اللي فيه فوائد وبين الأكل اللي نسميه مسليات؟ ولكن أنا قبل أخذ منك الجواب خلينا نطلع مع مشاهدينا الفاصل، نرجع من بعده حقك. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ونكمل مع أستاذة أروب بخصوص أن هل فعلا في مجال أن الأم تقدر أن تحبب الطفل في نظام التغذية الحديثية ونفس الوقت توازن بين أنه هو رغبته في مثل ما قلنا المسليات، أنه يعني إذا أنت أكلت مثلا طريقة، إذا أنت أكلت هذه الوجبة لك حرية الاختيار من التسالي من بعدها طول اليوم أو خلال اليوم. هل تشوفين هذه الطريقة ممكن أن تنفع أن إحنا نحبب الطفل في هذه التغذية؟ هو المشكلة إن مع أن هذه الفكرة يعني معظم الأمهات يتبعونها وتعودنا عليها من عمر صغير ونشوف إن هي يعني شيء إيجابي، بس إن لما نستخدم المكافأة ولا المدح أو حتى مثلا من منطلق سلبي إنه هو مثلا العقاب، زين قاعد خلين الطفل يأكل ولا ما يأكل على أساس هذه الأمور
مو على أساس هو مشتهي يأكل هالأكل هو يوعان ولا هو شبعان. فإحنا قاعد بعده عن حدثه لما نستخدم هذه الأساليب. فإحنا نحتاج إن نرجع حق حدث الطفل وإشارات جسمه، مو على أساس إنه هو يبي يرضيك ولا هو يأكل هالأكل علشان يقدر يحصل الأكل اللي هو صدق يبيه بعدين. ونثق إنه إذا كل الأطعمة متوفرة هو راح يقدر يوازن ما بينها، حتى لو ما يأكل طريقة مثالية بوجبة واحدة ولا بيوم واحد، بس على مدار الأسبوع راح يقدر. فهذا يسمونه الإشراف العائلي السلبي. زين، اللي أيضا أحد الأمثلة تكون إن نضغط على الطفل إنه يأكل الأكل الصحي. زين، واللي نتوقعه إن إذا ضغطنا عليه مع الوقت هو راح يتعود ويبدي يعني يستطعم ويرضى بهذا الأكل ويبدي هو يطلب إنه يأكل هذا الأكل منه ومن نفسه. لكن للأسف هذا ما يصير. معظم الوقت الأطفال راح يظلون يرفضون هذا الأكل. إذا من في طفل يتقبل هذا الأكل ويبدي يأكله، هو لو مخليته أنت على كيفه كان هم طلب يأكل هذا الأكل. إذن هي مسألة إن الطفل ممكن مع يعني مع الوقت أو في المستقبل تتغير احتياجاته ورغباته، مو شرط إنه يتم على نفس النمط. فأنت تحتاجين إنك تحمين حدثه وتحمين علاقته مع الأكل ومع جسده، وتثقين إن الأمور راح تكون تمام مع الوقت، خصوصا ان انت بالمنزل السلوكيات ايضا حدثيه. يعني احنا ما نقدر ان نعلم اطفالنا او يعني ما نخرب علاقه الطفل مع الاكل اذا الام قاعده تاكل غير عن طفلها ولا تصنف الاكل الى جيد ولا سيء من ناحيتها هي. استاذه اروى، انت بنظرك هل ممكن ان احنا يعني عندك امثله ان شلون ندخل هذه النوع من التغذيه على اطفالنا او الطريقه الصحيحه ان احنا ممكن ندخلها على نظام التغذيه لاطفالنا؟ اول شيء احنا ما فيها شيء ان احنا نبين حق اطفالنا شنو الاطعمه المفيده والجيده اللي لازم تكون يعني باكلهم او يعني بيومهم، بس احنا ما نركز على شنو ما يصير ياكلون، نحاول نزيد من الاكل اللي هو مفيد لهم. اي نعم، بدون ما يتم اقصاء اي طعام او منع اي طعام او الحد من طعام معين بس مسموح باوقات معينه. زين، تكون كلها موجود مسموحه. الشيء الثاني ان ما نصنف الطعام الى جيد وسيء، خصوصا مع الاطفال الصغار، لانهم ما يعرفون الفرق ما بين انا اكلت طعام جيد وانا جيد، او اكلت طعام سيء وانا سيء. فاحنا ما نتكلم عن الاطعمه من هالناحيه. ممكن مثلا تذكرين ان هذا الطعام يعطيك طاقه اكثر من هذا الطعام، بس غير كذي ما له داعي ان نصنف الاطعمه الى جيده وسيئه. اي نعم. الأمر الثالث إن الأم أو الولي الأمر يكون قدوة للطفل، فهو ما يسوي أي سلوك ما راح يرضى إن طفله يسويه. يعني مثل ما أنت ما تخلين طفلك يروح المدرسة ويداوم طول اليوم على كوب قهوة، أنت لا تسوين هذا الشيء. فأي تصرف ما تبين طفلك يسويه لا يشوفك أنت تسوينه، ولا يكون أكلك أنت غير عن طفلك. أكلي حالك حال باقي الأطفال. أي نعم. هذه من الأشياء اللي يعني كثير مهمة على أساس إن الطفل يعني تكون علاقته سليمة مع الطعام، وأيضا ما يكون في أي كلام سلبي عن شكل جسمه أو شكل أجسام الناس الثانيين. يعني حتى لو الطفل خلينا نقول بوزن نحيف، ما نعلق عن أجسام ناس ثانية، لأن حتى لو هو يعني مرتاح مع جسمه. أي نعم. بس يصير عنده خوف من إنه يسمن. فهذا الشيء يأثر على سلوكياته مع الطعام. أي نعم. فدائما نحاول نركز على جوهر الطفل من داخل، وما نركز على الشكل الخارجي، لا على هو ولا على الناس الثانيه. ونرجع يعني ارجع اقول الام والابو ما يتكلمون عن نفسهم طريقه سلبيه، ما يقولون كرشيش كبرى ولا مثلا انا شبتني صرت ولا يعني تجنبون. نعم. يتكلمون عن بهالطريقه عن نفسهم ولا عن اكلهم. اي نعم. ذكرتي شغله حلوه استاذه اروى، بمعنى ما قلتي الانسان حتى لو كان في حاله نحافه، خناخذها العكس في حالة السمنة بمثلا. يعني عندنا مثال الطفل في سمنة وما يسمح الوضع أنه يسوي رجيم أو بمعنى آخر دايت، هل هناك طريقة صحية تناسب الوضع هذا أن ممكن أن نلجأها أو تلجأ لها الأم؟ صح. هو للأسف مع أنك أنت الحين قاعد تقولين أنه هو بعمر صغير وما المفروض يسوي دايت، لكن في أطفال بعمر كثير صغير يسوون دايت. إينا. فيعني
حلو انك انت طرحت هالشيء، بس انا ابي ارجع واذكر انه ما في عمر مناسب للدايت. الطفل هو ينمو حتى بسن المراهقه، هو للحين قاعد ينمو، اذا هو ما قاعد ياكل كفايه راح ياثر على النمو. يعني خصوصا ان الاطفال ممكن يمرون بطفره نمو تخليهم يعرضون، وطفره النمو اللي راح تخليهم يطولون تي بعدين. فاذا انت خليتيهم مثلا يقللون من اكلهم، حتى لو ما يكون دايت، حتى لو بس مثلا شيء يخفف مني منك، ممكن ياثر على الطول. اي نعم. فاحنا نتجنب اي شيء له علاقه بتقليل كميه الاكل بهالعمر. زين، هذا اول شيء. الشيء الثاني، اذا مثلا الطفل اذا هو ما ذكر انا سمين ولا انا متضايق، لا تفتحين الموضوع كلش. اذا ما في اسباب صحيه تخليك تحاتين، لا تفتحين مع الموضوع. شاركي باماكن يتحرك، خلي اكله عادي وحاولي تحفزينه على الحركه. وايضا لا تربطين ان تحرك علشان تضعف، ما نتكلم هالموضوع. زين، بس خلينا نقول هو الطفل يا من نفسه قاعد يقول انا متضايق، صار لي موقف بالمدرسه. سبقتيني بالسؤال بالضبط. وهذا اللي يعني يحصل للاسف، يعني اذا ما قاعد يصير بالبيت التنمر. من الاهل ممكن انه يصير لهم تنمر من المدرسه ويرجعون البيت متضايقين. انا ابي اضعف. هني نقول حق الطفل ان اولا اذا هو جد عنده وزن زايد، لا تقولي له لا انت مو متين ما فيك شيء، لانه هو راح يدري انك انت قاعد تشذبين عليه، وما راح يصدقك وما راح يثق بباقي الكلام اللي راح تقولينه بعدها. فانت لا تقولين هالشيء، يعني لا تقولين انت انت مو متين، انت ما فيك شيء، لا تقولين. بس قدري مشاعره، خلي يحس ان انت قاعد تسمعين له، وان هذا الشعور اللي هو قاعد يمر فيه لحق انه هو يمر فيه. خلي يعبر عن مشاعره. والشيء الثاني، ركزي على الأشياء الجميلة بالشخصية اللي ما لها علاقة بشكله بهذا الوقت، ورجعي عيدي عليه هذا الشيء كثر ما تقدرين. يعني تاخذي أي موقف يصير عشان تذكرين، شوفي بالموقف اللي هو قاعد يتكلم عنه شنو الصفة اللي بشخصيته اللي تعززينها بالضبط، علشان تبعدين عن الشكل، أهمية الشكل الخارجي. ومو مع طفلك كذي وبعدين تروحين تعلقين عن أحد بالعائلة ضعفان، ود بنت خالته بنت عمتها ضعفان، وتقولين آه ضعفانة وش حالاتها، خربنا. زين، فهل ننتبه على هذا الشيء؟ ممكن تنبهين الطفل إن إحنا أنت تبي تسوي دايت، وأنا عارف إن أنت تشوف إن هذا الشيء ممكن يحل المشكلة، لكن هو راح يخلي الموضوع أسوأ. على حسب العمر ممكن تشرحين ليش إن الدايت ممكن يخلي يعني الوضع أسوأ، وإنه ممكن يزيد وزنه مع على المدى الطويل، إنه بعمر صغير يحتاج يأكل. بس شنو السلوكيات اللي أنت مثلاً تحس قاعدة تأثر على وزنك؟ خليش هو يقول شنو. إذا هناك سلوكيات. إيه. خلينا ممكن نعرف السلوكيات، ومن بعد ما نطلع الفاصل مع مشاهدينا. رجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل. ومثل ما ذكرت استاذة أروى، هناك مثل ما قلتي طرق او اسس ان احنا نقنع الطفل. هذا الطفل جاي محبط، ان شلون نقنعه ان انت يعني مو سمين، او سمنتك هذه مثلا يعني مو حاليا يعني كبير، معنى حتى هو لو كان سمين، ولكن شلون نوصل له الفكره عشان لا تاثر فيه في شخصه او في نفسيته. وهو وقتها ممكن تبينين له ان ربنا خلق يعني الناس بجميع الاحجام، وحتى لو كل الناس تاكل بطريقه مثاليه ولا تتبع دايت، اخرتها راح يكون في اختلاف في الاحجام، مثل ما في ناس طوال وفي ناس قصار، وفي ناس مثلا وزنهم اعلى وفي ناس وزنهم قليل. وممكن حتى مثلا اذا في ناس في العائله وزنهم اعلى، ممكن تبينين لان انت إينا مثل ابوك ولا انت مثل امك من ناحيه وراثيه، يعني إيه عشان يحس انه يعني هو ما سوى شيء غلط، يعني هذا طبيعه جسمه. بس اذا الام تحس انه هو في عنده سلوكيات قاعد تاثر على انه هو يعني وزنه عالي، بس تخلي ما تقول له شنو السلوكيات، تخليه هو يقول شنو السلوكيات، يكتشفها من ذاته. اي، فهو مثلا ممكن يقترح بعض الاشياء وترجع تساله شنو ممكن تسوي. فهو ممكن يقول مثلا اني انا ما اكل متاخر بالليل، او مثلا اوقف عقب ما اشبع، او ممكن يقول اسوي رياضه اكثر. هو ممكن يقترح بعض الاشياء طبعا على حسب العمر. انت تساعدينه بهذه الامور، لكن ما تراقبين. يعني إذا هو قالك أنا راح أبطل أسوي هذا الشيء، بس هو سواه،
لا تروحي تقولي له ها انت قلت ما راح تسوي ليش قاعد تسوي، لانه وقته راح يبدي يخش، واحنا ما نبي نسوي هالشيء، نبي دائما يحس انه هو مرتاح انه يقدر ويعبر عن شعوره. اذا انت هنا سبقتينا بالسؤال الاخير، هو النصيحه ان احنا شلون نقدر نخلي الطفل انه يكون معانا باريحيه، يعني شاركنا احساسه الداخلي وقراراته انه هو شلون يقدر يغير من نفسه من غير لا يكون في نقص لذاته او ثقه في نفسه. فنبي منك النصيحه ان شلون ان احنا كامهات نقدر نوعي اطفالنا على التغذيه الحدسيه، ونفس الوقت نحسسهم بقيمتهم وان مكانتكم كبيره انتم مهما كانت. هو اول شيء الام والابو لازم يكونون قدوه، يعني هم لازم يتصرفون بالطريقه اللي يبون اطفالهم يتصرفون فيها. والشيء الثاني ان ما نقلل من اي مشاعر يمرون فيها، لان اذا ما خليناهم يعبرون عن مشاعرهم، واذا يعني زدتي على هالموضوع مشكله مع الاكل، مع الوقت ممكن يربطون ما بين الاثنين ويستخدمون الاكل علشان يعني يتخلصون من اي مشاعر سلبيه. إينا. واحنا ما نبي نبدي هالمشكله من عمر صغير. اي نعم. فأنت بالنسبة لك إذن أن تتركين الخيار أو تتركين التوجه للطفل من ذاته واختياره بما يناسب حسب غريزته أو فطرته من هالناحية، ولكن نرجع ونقول نبي هل هناك طريقة أن إحنا نقدر نحفز الطفل أن هذا صح أو هذا غلط من اختياره من نفسه؟ أنا أشوف أن إذا أنت قاعدة تاكلين بطريقة متوازنة وتكونين قدوة للطفل، وهو راح يشوف شنو انت قاعده تسوي. ما راح ما تحتاج، والاكل متوازن موجود بالمنزل، هو منه ومن نفسه راح يعرف. اذا في نهايه حلقتنا نشكر حضورك معنا استاذه اروى التركيت، وان شاء الله نلاقيك في حلقات ثانيه واستفدنا معك من هالمعلومات، ونكون وصلنا معكم مشاهدينا الى نهايه حلقتنا، ونشوفكم في حلقه جديده من برنامج نون، ومع السلامه.